بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات. ويجب على من يخاف بزنا بتركه، ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية يعني من غير الأقارب، بكر ولود بلا أم، أن يكون يعني أمها قد ماتت، لأن الأم أحيانا تفسد وله نظر ما يظهر منها، وله أي الخاطب النظر غالبا، النظر لما يظهر غالبا، بلا خلوة. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: ينقسم النكاح إلى خمسة أقسام. يسن لمن له شهوة ولا يخاف الزنا، ويباح لمن لا شهوة له كالمريض والعنين الذي لا يقوم ذكره والكبير، ويجب على من يخاف الزنا، ويحرم بدار حرب أي بدار الكفار إلا لضرورة، فيباح لغير أسير، وحيث جاز للضرورة فلا يتزوج منهم أي من الكافرات، ويجب بالنذر. قوله وهو سنة وفاقاً للثلاثة، للأئمة الثلاثة رحمهم الله، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي النفقة وما يلزم فليتزوج، فإنه أغض للبصر أي يعين على حفظ البصر، وأحسن للفرج يعين على حفظ الفرج عن الحرام، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. من لم يستطع النفقات ولا وما يلزم فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أصل الوجاء رد عروق الخصية، وبذلك تضعف الشهوة، فالصوم كذلك يضعف الشهوة. ويجب أن يجتنب النظر في الصور وفي المجلات وفي الأفلام الخليعة وفي الشاشات، يجب أن يترك ذلك، لأن ذلك يدعو إلى الفتنة. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، متفق عليه. ورواه الخمسة أيضا رحمهم الله. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر، أن أصوم تطوعا بعض الأيام وأفطر، وأصلي يعني أصلي بعضا من الليل وأنام بعضا من الليل،
وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي أي كره سنتي فليس مني. متفق عليه. فالمسلم يعمل الطاعات في قدر المستطاع ولا يضيع بقية الحقوق، يصوم بعض الأيام تطوعاً ويفطر ويتقوى على طاعة الله، وكذلك يتصدق بشيء من المال وينفق على أهله. والنكاح لغة الوطء، النكاح لغة الوطء أي الجماع، والجمع بين الشيئين، وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. قوله وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات. إذا كان إنسان له شهوة ويقدر على الزواج فيسن له أن يتزوج، وهو أفضل من نوافل العبادة. دليله ما تقدم من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به وحثهما عليه أي على النكاح. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة أي بالنكاح، وينهى عن التبتل يعني عن ترك الزواج نهيا شديدا، ويقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون أمته أكثر الأمم، لأن كلما كثر الأتباع عظم أجر الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نربي أولادنا تربية إسلامية، تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وابن حبان وصححه رحمهم الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما خير هذه الأمة أكثرها نساء. قوله ويسن نكاح واحدة لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ويسن نكاح واحدة دينة أن تكون صاحب الدين مستمسكة بالدين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج بالدينة التي تعرف ما لها وما عليها وتتقي الله. رواه الجماعة إلا الترمذي رحمهم الله. ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية يعني من غير الأقارب، بكر ولود بلا أم. قوله بكر لقوله عليه الصلاة والسلام لجابر رضي الله عنه هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك، رواه الجماعة رحمهم الله. فينبغي تزوج البكر لأن ذلك يكون أقوى في المحبة والمودة. قوله ولود
أي أن تكون من عائلة كثيرة الأولاد، لحديث أنس رضي الله عنه المتقدم: تزوجوا الولود الودود. ولما أخرجه أبو داود رحمه الله عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم، أي أحب أن تكون أمتي أكثر الأمم، لأن كلما كثر الأمة كثر ثواب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وله نظر ما يظهر غالبا بلا خلوة، يعني ينبغي للرجل إذا خطب أن ينظر إلى المرأة، ينظر إلى كفها ويدها ليكون أقوى في المودة والمحبة، لكن بدون لا يختلي بها، فالخلوة بالمرأة أجنبية حرام، لكن ينظر إلى ما ظهر غالبا كاليد واليدين، كاليد كالوجه واليدين إذا أراد الخطبة. اتفق الأربعة رحمهم الله على أن من أراد تزوج امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة، إلا أن مالكا رحمه الله شرط في جواز ذلك أن لا يكون على إغفال، أن لا يكون غفلة بل وهي تعلم. دليل ذلك ما رواه مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. تنبيه: هل النظر للمخطوبة مباح أو سنة؟ المتقدم في المذهب أنه مباح، وعبر في الإقناع بالسنية، وصوب في الإنصاف الاستحباب. فائدة: نظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، على سبعة أنواع: أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فهذا محرم، لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية من غير حاجة. الثاني نظره إلى زوجته أو أمته المملوكة فيجوز مطلقا. الثالث نظره إلى ذوات محارمه، أمه، أخته، خالته أو أمته المزوجة، فيجوز فيما يظهر غالبا كالوجه واليدين. الرابع النظر لأجل النكاح، فيستحب إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين. الخامس النظر للمداوات، أي للعلاج، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. السادس النظر للشهادة أو للمعاملة، فيجوز إلى الوجه خاصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. والنظر للمعاملة هو سابعها، أي القسم السابع. بلا خلوة، أي ينظر الخاطب، ينظر إلى المرأة لكن لا يختلي بها، لما في الصحيحين رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية إلا ومعها محرم.
ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. وفي مسند أحمد رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم، ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. إذا اختلى رجل من امرأة ثالثهما الشيطان والعياذ بالله. والأحاديث في هذا كثيرة جدا لا يمكن حصرها. والخلوة والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها، لا يجوز للرجل أن يختلي بالمرأة الأجنبية، وحكى الإجماع غير واحد من العلماء رحمهم الله، منهم صاحب الفتح الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفيه وقد فشى أي انتشر في وقتنا الحاضر مسافرة المرأة بلا محرم وخلو الأجانب بها، فعلينا أن نحذر. بعض الناس يترك امرأته تسافر وليس معها محرم، وهذا خطر، ولا يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم. وكذلك الخلوة بالأجنبية لا يجوز. فرحم الله من عرف الحق وعمل به ودعا إليه، والله الهادي إلى سواء السبيل. قال: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون نعم والمبانة. المرأة إذا مات زوجها لا يجوز لأحد أن يخطبها وهي في العدة، وكذلك المطلقة الطلقة الثالثة لا يجوز لأحد أن يخطبها وهي في العدة. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة، أي المطلقة طلاقا ثلاثا بانت من زوجها، أو المختلعة. لأن قول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، دليل على تحريم التصريح، وفي الآية دليل على جواز التعريض، وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة. التصريح لا يجوز، لا يجوز أن يقول أنا أريدك أو أنا أخطبك، لا يجوز أن يصرح، ولكن يعرض. قال: قوله لمن أبانها دون الثلاث، أن طلقها كالمخترعة والمطلقة دون ثلاث على عوض، والبائن بفسخ لعيب أو إعسار، لأنه يباح له نكاحها في عدتها، ويجوز له خطبتها تصريحا وتعريضا. ويباحان التصريح والتعريض لمن أبانها دون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها. والتعريض مثاله أن يقول: إني في مثلك لراغب، يقول مثل هذا ولا يصرح بأنه يخطبها، وليقول: إني في مثلك لراغب، وتجيبه: ما يرغب عنك، ونحوها. هذا تعريض. وأما التصريح فلا يجوز أن يصرح بخطبة المعتدة من وفاة أو المبانة دون والمبانة. فإن أجاب ولي مجبرة
فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. وإن رد أي خطب ولكن لم يوافق أو أذن أو جهل الحال جاز الخطبة، جازت الخطبة. وإن رد يعني خطب ولكن لم يجب. قال والخطبة بالكسر خطبة الرجل للمرأة ليتزوجها، وبالضم خطبة حمد الله والتشهد. قوله وإن رد أي لم يجب لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية رضي الله عنه وأبا جهم رضي الله عنه خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنكحي أسامة بن زيد رضي الله عنهما، متفق عليه. فإذا رد ولم يجب يجوز لغيره أن يخطب، وكذلك لو أذن لحديث ابن عمر المتقدم رضي الله عنه. قوله أو جهل الحال أي لم يعلم هل أجيب أو رد، جاز أن يخطب. هذا أحد وجهين، والوجه الثاني لا يجوز، إذا جهل لا يجوز، قلت وهو أسعد بالدليل، يعني أنه إذا عرف أنها مخطوبة ولم يعلم هل أجيب أو لم يجب لا يخطب حتى يتحقق، وهو أسعد بالدليل أي الذي يقول لا يجوز إذا كان جاهلا، والنفس تميل إليه، لأن العلة التي نهى الشارع أن يخطب على خطبة أخيه موجودة. أما إذا جهل الحال هل وجد من أخيه خطبة أم لا فهذا لا إشكال في جوازها. تنبيه: لو خطب على خطبة أخيه فأجيب حرم، يعني رجل علم أن المرأة مخطوبة وخطب وأجيب الثاني، حرم عليه أن يخطب على خطبة أخيه وصح النكاح، لو نكح صح النكاح بخلاف البيع على بيعه فيحرم ولا يصح. ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه. قال يستدل الأصحاب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أمسوا بالإمساك فإنه أعظم للبركة. أمسوا بالإملاك عقد النكاح فإنه أعظم للبركة. رواه أبو حفص، ولم أرى هذا في شيء من كتب الحديث، ولكن ذكر صاحب مجمع الزوائد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: ويوم الجمعة يوم تزويج وباء. قال: ورواه أبو يعلى رحمه الله وفي إسناده متروك، أي راوي ضعيف تركه الحفاظ. وساق حديثا عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الجمعة وصام يومه وعاد مريضا وشهد نكاحا وجبت له الجنة. قال: وفيه محمد بن الحسن الأوصاني وهو ضعيف، في سنده راو ضعيف. قوله بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه لما رواه الترمذي رحمه الله وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة
والتشهد في الحاجة. قال: والتشهد في الحاجة. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ويقرأ 3 آيات، فسرها سفيان الثوري رحمه الله: اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ورواه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي رحمهم الله. ويستحب أن تقرأ هذه الآيات كاملة، أولها: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال في الإقناع وشرحه: زاد في عيون المسائل، وبعد، فإن الله أمر بالنكاح ونهى عن السفاح أي الزنا، فقال مخبرا وآمرا: وأنكحوا الأيام منكم الآية. قال الشيخ عبد القادر رحمه الله: ويستحب أن يزيد هذه الآية أيضا. انتهى. غريبة، أي شيء غريب ما يفعله كثير من الناس في وقتنا وفي قطرنا، إذا دخل الزوج على أهله صلى ركعتين، هل لذلك أصل في الشريعة أم لا؟ روى ابن عباس رضي الله عنهما أن سلمان رضي الله عنه لما دخل على أهله قال: يا هذه أتطيعيني أم تعصيني؟ قالت: بل أطيعك فيما شئت. قال: إن خليلي أي الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا دخل أحدنا بأهله أن يقوم فيصلي، ويأمرها أن تصلي خلفه، ويدعو وتؤمن، ففعل وفعلت. قال المعلق: ضعيف، في سنده ضعف. قال الهيثمي رحمه الله: رواه الطبراني ورواه البزار رحمهم الله. فقال عن سليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم فكانت ليلة البناء فليصلي ركعتين، وليأمرها أن تصلي خلفه، فإن الله جاعل في البيت خيرا. فصل: وأركانه 3. أركان النكاح 3: الزوجان الخاليان من الموانع، الرجل لا يكون فيه مانع، والمرأة لا يكون فيها مانع، والإيجاب والقبول. الإيجاب من الولي أن يقول زوجتك، والقبول من الزوج أن يقول قبلت. هذه الأركان. ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت، وقبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجت، أو قبلت. ومن جهلها ومن جهلهما، أي جهل هذه الكلمات، لم يلزمه تعلمهما، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. فإن تقدم القبول لم تصح، لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح، ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، وإن تفرق قبله بطل. قال: أركان الشيء أجزاء ماهيته، والماهية لا توجد بدون جزئها، فكذا الشيء لا يتم بدون ركنه، والشرط
ما ينتفي المشروط بانتفائه وليس جزء للماهية، قاله في الكشاف. قوله الخاليان من الموانع، الموانع هي المذكورة في باب المحرمات في النكاح، أن لا يكون الزوج فيه شيء من هذه الموانع، وأن لا تكون المرأة فيها مانع من هذه الموانع. قوله ولا يصح ممن يحسن العربية، هذا المذهب، واختار الموفق والشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله انعقاده بغير العربية لمن يحسنها. قوله بغير اللفظ زوجت أو أنكحت، وبهذا القول قال الشافعي رحمه الله، لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وعند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله لا يشترط لفظ الإنكاح والتزويج، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان ومثله، كل عقد والشرط بين الناس ما عدوه شرطا. وعلى كل حال ينبغي أن يكون بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. قوله فإن تقدم القبول لم يصح، هذا المذهب وهو من مفردات، فعند الثلاثة يصح سواء كان بلفظ الماضي مثل تزوجت أو الطلب كزوجني. فصل وله شروط، شروط النكاح، أحدها تعيين الزوجين، لا بد أن يعين فلان ابن فلان، فلانة بنت فلان، تعيين الزوجين. فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. قوله أو وصفها بما تتميز به، قال في الإقناع وشرحه فلا يصح زوجتك ابنتي وله بنات حتى يميزها بأن يشير إليها أو يسميها أو يصفها بما تتميز به، كقوله بنتي الكبرى أو الصغرى أو الوسطى أو البيضاء، فإن سماها مع ذلك كان تأكيداً، ولو لم يكن له إلا واحدة صح، ولو سماها بغير اسمها، وإن سماها باسمها أو بغيرها ولم يقل بنتي لم يصح. فالشرط الأول تعيين الزوجين، أن يعين الزوج فلان ابن فلان والزوجة فلانة بنت فلان. الثاني، الشرط الثاني رضاهما، أن يكون الزوج راضي بها وأن تكون المرأة راضية بزوجها. الثاني رضاهما أي رضا الزوج والزوجة، إلا البالغ المعتوه، إلا إذا كان الرجل بالغ ولكن مجنون، والمجنونة والصغير إذا كان صغيرا لا يميز، والبكر ولو مكلفة، لكن البكر لا بد أن تأذن، لا بد من إذنها، لا بد من رضا الزوج والزوجة. قال والبكر ولو مكلفة أي بالغة، هذا المذهب وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله، وعنه لا إجبار بعد البلوغ، إذا بلغت لابد من إذنها، ولو كانت بكر إذا بلغت لابد من إذن. وفاقا لأبي حنيفة رحمه الله وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية
وابن القيم رحمهم الله. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم، يعني الثيب، حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. متفق عليه، ورواه الخمسة أيضا. لا بد من رضا المرأة، إن كانت ثيب لا بد من نطقها، وإن كانت بكر إذا سكتت سكوتها رضا. وروى أبو داود رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن البكر لا تجبر، لا بد أن تأذن. وصحح ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن هذا الحديث. وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: والبكر يستأذنها أبوها. وقال ابن القيم رحمه الله: وهو الذي ندين الله به، أي نتمسك به ونعتقد ولا نعتقد سواه، يعني لا بد من إذن البكر، وهو الموافق لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته. لا بد أن تأذن البكر، وإن سكتت سكوتها رضا. وأما الثيب لا بد أن تنطق، تقول نعم أو لا. وأما دليل المذهب فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، أي سكوتها. رواه الجماعة إلا البخاري رحمهم الله. فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل على نفي عن الآخر وهي البكر، فيكون وليها حق منها بها، بشرط أن يكون وليها أباها، على الصحيح من المذهب، وما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم هو إن شاء الله أقرب للصواب. يعني الباء لا بد من إذن البكر أيضا، لا تجبر المرأة. قال: لا ثيب، أي فلا بد من رضاها. الثيب لا بد أن تنطق، تقول نعم أو لا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، ولما أخرجه الجماعة رحمهم الله إلا مسلما رحمه الله عن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. الثيب لا تجبر، لا بد من رضاها. فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، كالسيد مع إمائه، أي الإماء المملوكات، وعبده الصغير، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 90، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت 90 إلا بإذنهما، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن قدامة ابن مضعون رضي الله عنه زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها يتيمة، فقال: إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال في مجمع الزوائد رحمه الله: رواه أحمد ورجاله ثقات. فاليتيمة التي مات أبوها لا تنكح إلا بإذنها. وأخرج الخمسة رحمهم الله إلا ابن ماجة رحمه الله
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه: وتستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، فإن أبت فلا جواز عليها. وفي المسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي موسى رضي الله عنه وفيه: فإن أبت لم تكره، أي لم تجبر. قال: ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات البكر ونطق الثيب. إذن البكر بالسكوت، إذا سكتت دل على رضاها، وأما الثيب لا بد أن تنطق نعم أو لا. قوله: وهو صمات البكر، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا: البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستأذن فتستحي. قال: إذنها صماتها، إذا سكتت دل على رضاها. البكر متفق عليه. الثالث، الشرط الثالث من شروط النكاح: الولي، لا نكاح إلا بولي. الأول تعيين الزوجين، الثاني رضاهما، الثالث الولي، لا نكاح إلا بولي. من الأدلة على ذلك قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم، وهذا الخطاب للأولياء. وقوله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وهذا خطاب للأولياء دون النساء، فدل على أنه لا نكاح إلا بولي. وأخرج الخمسة إلا النسائي رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. فالولي شرط في النكاح. قال: فأخرج الخمسة إلا النسائي رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: لا نكاح إلا بولي. رواه الخمسة إلا النسائي رحمهم الله، وصححه جمع من الحفاظ. وبهذا القول قال الشافعي رحمه الله، ورجحه ابن حزم في المحلى رحمه الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز بلا ولي، ولكن الصواب لا نكاح إلا بولي. وعن مالك في ذلك رحمه الله ثلاثة أقوال. على كل، صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وشروطه، شروط الولي، شروطه أي شروط الولي: التكليف، أن يكون بالغاً عاقلاً، والذكورية، أن يكون الولي ذكر، والحرية، أن يكون حراً لا مملوكاً، والرشد، أن يكون مستمسكاً بالدين وأدياً الواجبات، والرشد في العقد واتفاق الدين. فلا بد أن يكون الولي يشتمل على هذه الشروط. قال: وعنه رواية أخرى: لا يشترط التكليف به، لا يشترط التكليف. وبه قال مالك وأبو حنيفة. وعنه: إذا بلغ عشرا، أي الولد إذا بلغ عشر سنين زوج،
وطلق وأجيزت وكالته في الطلاق. دليل المذهب حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد. أن يكون مرشد أي مستقيم أو سلطان. لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان. قال في مجمع الزوائد رحمه الله، رواه الطبراني في الأوسط رحمه الله، ورجاله رجال الصحيح. ويشترط في الولي سبعة شروط، أن يكون ذكراً حراً بالغاً عاقلاً رشيداً عدلاً، والسابع اتفاق الدين. قوله والذكورية أن يكون ذكراً، وهذا هو قول مالك والشافعي رحمهم الله، لا بد أن يكون الولي ذكر رجل. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها وأمتها ومعتقها، لكن الصواب أن المرأة لا تكون ولي، لا بد أن يكون رجلا. دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني رحمهم الله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رجاله ثقات. وقال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فدل على أن الولي هو الذي يزوج. وهذه الآية كما ترى صريحة في اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله أي منعه معنى، وهو قول الجماهير من العلماء. قال: سوى ما يذكر. توضيح ذلك أن اتفاق الدين لا يشترط في ثلاث مسائل: اشتراط الدين في الولي لا يشترط في ثلاث مسائل، فالمسلم يزوج أمته الكافرة، مسلم عنده أمة مملوكة كافرة، فإذا زوجها يزوجها ولي سيدها ولو كان هو مسلم وهي كافرة. الثاني: والكافر يزوج أم ولده إذا أسلمت، إذا كانت له أمة وطئها وهي مسلمة، إذا أسلمت وسيدها كافر يزوجها لأنه سيدها. والكافر يزوج أم ولده أي أمته التي ولدت منهم إذا أسلمت. والسلطان يزوج كافرة لا ولي لها. وأما غير ذلك فلا بد أن يكون الولي مسلم. قوله والعدالة أن يكون مستقيما في دينه. قال: ولو ظاهرا، وهو المذهب واختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وبه قال الشافعي رحمه الله. وقيل: تشترط العدالة ظاهرا وباطنا. وعنه: لا تشترط العدالة أصلا، وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله. ومن أدلة المذهب حديث ابن عباس رضي الله عنهما وتقدم قريبا. وعلى المذهب لا تشترط العدالة في سلطان فيزوج من لا ولي لها، وكذا السيد يزوج أمته ولو لم يكن عدلا. العدل هو الذي يؤدي الواجبات الدينية ويجتنب المحرمات. فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، ويقدم أبو المرأة في نكاحها، أبوها وليها، ثم وصيه ما وصاه الأب، ثم جدها لأب وإن على، ثم ابنها ابن المرأة، ثم بنوه
بنو ابنها وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين أي شقيق، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث، ثم المولى المنعم أي المعتق، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان. فإن عضل الأقرب أي منع أن يزوج أو يكن أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، زوج الأبعد. وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. تنبيه: قال في الإقناع وشرحه وهو أي السلطان الإمام الأعظم يعني ولي الأمر أو نائبه الحاكم أو من فوض إليه الأنكحة، ومقتضاه أن الأمير لا يزوج، وهو مقتضى نص الإمام في رواية أبي طالب: القاضي يقضي في التزويج والحقوق والرجم. وصاحب الشرط إنما هو مسلط في الأدب والجناية، وليس إليه المواريث والوصايا والفروج والرجم والحدود، وهو إلى القاضي وإلى الخليفة الذي ليس بعده شيء. ويقدم أبو المرأة عن الولي أبوها بدليل أن الولد موهوب لأبيه. قال تعالى: ووهبنا له يحيى عليه السلام، وقال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وقال عليه السلام: أنت ومالك لأبيك. وبمثل ذلك قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وقال مالك رحمه الله: الابن أولى أي في الولاية ولاية النكاح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولو قيل إن الابن والأب سواء في ولاية النكاح لكان متوجها، يعني إذا كانت مرأة ثيب ولها ولد ولها أب فالولي أبوها، وقيل ابنها كذلك، يعني الأب والابن في درجة واحد في ولاية النكاح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولو قيل إن الابن والأب سواء في ولاية النكاح لكان متوجها. قال: ثم ابنها لحديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها حين زوج ابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنها زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ثم أخوها لأبوين أي شقيق، أي فيقدم على الأخ لأب، هذا هو المقدم في المذهب. وبمثله قال الثلاثة الأئمة الثلاثة رحمهم الله. قال: في الإنصاف وهو المذهب عند المتأخرين اختاره جماعة منهم أبو بكر والمصنف والشارح وغيرهم رحمهم الله. وعنه هما سواء وهو المذهب يعني الشقيق والأب، وهو المذهب عند المتقدمين جزم به الخراقي وابن عبدوس وصاحب الوجيز وغيرهم رحمهم الله. قال: في الفروع اختاره الأكثر. قال الزركشي رحمه الله: وهو المذهب عند الجمهور. انتهى. قوله: ثم السلطان لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها المتقدم في أول الفصل، وهذا هو قول الأئمة الثلاثة. تنبيه: قال في الإقناع وشرحه وهو أي السلطان الإمام الأعظم يعني ولي الأمر أو نائبه الحاكم أو من فوض إليه الأنكحة، ومقتضاه أن الأمير لا يزوج، وهو مقتضى نص الإمام في رواية أبي طالب: القاضي يقضي في التزويج والحقوق والرجم. وصاحب الشرط إنما هو مسلط في الأدب
والجناية، وليس إليه المواريث والوصايا والفروج والرجم والحدود، وهو إلى القاضي وإلى الخليفة الذي ليس بعده شيء. وقال في رواية المروزي: في رستاق يكون فيه الوالي ليس فيه قاض يزوج إذا احتاط لها في المهر والكفر، أرجو أن لا يكون به بأس. وحمله القاضي على أنه مأذون له في التزويج لما تقدم. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: الأظهر حمل كلامه على ظاهره عند تعذر القاضي، لأنه موضع ضرورة. قوله: فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلاً أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد. قوله: فإن عضل الأقرب، قال في مختار الصحاح: عضل أيمه منعها في التزويج من باب ضرب ونصر، على وزن ضرب ونصر. قوله: لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، يعني مسافة بعيدة. قال في الإنصاف: وهذا المذهب. وقال الخرقي: ما لا يصل إليه الكتاب، من بعيد لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يجيب عنه، كمن هو في أقصى الهند بالنسبة لمن في الشام ومصر. وقال القاضي رحمه الله: ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة واحدة، يعني مسافة ما تقطعها القافلة إلا في السنة مرة. وقال الزركشي رحمه الله: وقيل يكتفى بمسافة القصر، أن يكون بينهما مسافة قصر. وقيل: ما تستضر به الزوجة، المدة التي تستضر به الزوجة. اختاره ابن عقيل رحمه الله. قال في المستوعب: وقيل ما يفوت به كفء راغب، قلت وهو أقوى، أن يفوت ذلك الزوج الكفء. ورجح في المغني القول الأول، فإنه قال: وهذا القول إن شاء الله أقرب إلى الصواب، فإن التحديدات بابها التوقيف ولا توقيف في هذه المسألة، فترد إلى ما يتعارفه الناس بينهم بما لم تجري العادة بالانتظار فيه، ويلحق المرأة الضرر بمنعها من التزويج في مثله. قلت: وهذا القول من الحسن بمكان، لأنه يتمشى مع الزمن، قربت المواصلات أو انقطعت. وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح النكاح. وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله: تنقل إلى السلطان، السلطان ولي من لا ولي له. دليلنا عموم الأدلة الواردة في ولاية التزويج، قوله: وإن زوج الأبعد لم يصح، لعموم قوله عليه السلام: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وعنه رواية أخرى: يصح ويقف على الإجازة. الرابع، الشرط الرابع من شروط النكاح: الشهادة، لا بد من شاهدين في النكاح.